حنا اللي بغينا نطلبوا المسؤولين الله يرحم الوالدين يديروا العلامه التشوير ديال المدرسه ويقربوا لنا الدودانات قريبه للمدرسه. دابا كيتم جي طوموبيله جايه ب 60 ما كاينش علامه التشوير ديال المؤسسه بزاف 100% كاين الخطوره. انت ما كاين لا باساج بنادم اللي كيقطع لا الدودانات قريبه. دابا كتلقى دودان بعيد من المؤسسه تقريبا بزاف واحد 600 متر باش بعيد لا على اليمين ولا على اليسار. وكنطالبوا المسؤولين الله يرحم الوالدين يديروا واحد الالتفاته لهذه المؤسسه. ما كاينش اخويا منين يقاطعوا كيتكرفصوا، عرفتي ملي كيتموا جايين بنا ولادنا في المدرسه كيجيو مكرفصين يجيو طايحين يجيو ما نقولش لك الحال حوايجهم معامرين ما كاينش. اه خصهم يسرعوا السرعه كثيره السرعه كيمشيو بنادم ما كيشوش طريق صغيره وخاص بنادم يديروا يتسعوا لنا الطريق ويصاوبوا لنا ومكرفصين. ما كاينش علامه شوار ما كاينش دودانات لهنا ما كاينش بلاك ديال تخفيف السير. طوموبيلات باش جايين باش دايزين كاينين تقريبا لهنا اللي تجي مع 12 لهنا غتلقى تقريبا 100 مرة واقفة لهنا على قبل الطريق على قبل الطريق طوموبيلات ما واقفينش. ما كاين لا بلاكة لا من هكا ولا من هكا. خطر على التلاميذ خطر على التلاميذ ماشي خطر على التلاميذ حتى الناس كبار تما خطر عليهم. ناس كبار تما تقريبا اللي عنده 70 عام و 80 عام وغادي قاطع وحده تا هو راه واعر عليه. الطريق شو شحال فيها متر تقريبا فيها 14 متر ولا شناهي عرض. وليداتنا انا اللي كندوي معاك عندي 6 الاولاد. أنا اللي كندوي معاك عندي 6 الأولاد، راه كاين هنا 8 الأقسام ولا 7 تقريبا. يعني أو يكون باساج أن تراسي بعدا من يدوز بنادم من يشوفوا الطونوبيلات يوقفوا، ما كاين حتى شي علامة، حتى شي حاجة ما كاين هنا. هذاك حفيف هذاك الحديد راه سيكيورتي هذاك، سيكيورتي من حساب بنادم يدوز من ليه. أنا كندوي لك على بنادم اللي كيقطع أخويا، اللي كيقطع، اللي كيقطع، راه الناس كتجي من هوك كتجي من قدام قنطرة كتجي من هوك وهذا هو المقطع ديالهم. الناس المسؤولين على المدرسة، الناس المسؤولين، أنا ما عارفش الناس المسؤولين على المدرسة اللي كنطالبوا منهم إلا كان هادشي ممكن يديروه ويديروه لينا. هو راه قانون خاصو يدار، على قبل الوليدات راه خاصو يدار، خاصو يدار. دودان دايرينو لهي ب 500 متر ولا 600، ودودان هوك دايرينو ب 500 متر ولا 600، ولا هنا اللي مهم حدا المدرسة ما دايرينوش. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.